السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر ومتك ادسنس. ناس كتير قوي عندها مشاكل في جوجل ادسنس، وبقولنا بدانا سلسله كامله لازاي تقدر انك تكسب فلوس عن طريق الموقع الالكتروني. وناس كتير سالت على ادسنس ومش عارفين نفتح حساب جوجل ادسنس، عندنا مشاكل في ادسنس، ادسنس فلوس قليله، وده ما بيحصلش على فكره غير في شهور معينه زي شهر واحد كده، ولكن حتى الان بصراحه شهر واحد عامل معايا الواجب وزياده، وعامل مع ناس كتير قوي الواجب، والناس عارفه كده، الناس اللي شغاله في ادسنس. ولكن فعلا في مشاكل كتير في ادسنس، ادسنس محير بشكل كبير، ناس كتير مش فاهمه حاجات كتير قوي في ادسنس. فالنهارده عايزين نلخص كل الكلام ده في حلقه ما تتعداش ال 7 8 دقايق. حلقه النهارده هتتلخص في انك ازاي يبقى عندك حساب ادسنس عادي تقدر تشغل عليه الموقع بتاعك. طبعا لو انت عندك قناه على اليوتيوب هيبقى عندك حساب ادسنس مستضاف مش عادي، تمام؟ فاحنا النهارده بما اننا بنتكلم على الموقع الالكتروني فهنتكلم على حساب ادسنس العادي الطبيعي بتاع الموقع الالكتروني، تمام؟ فاول حاجه عايزين نبدا بيها ايه هو ادسنس، عشان في ناس كتير قوي برده كانت بتسال على الحته دي، ناس مبتدئه مش عارفه عن ايه ادسنس. ادسنس هو اللي بيخلي الفيديو انت شايفه حضرتك ده دلوقتي ظهر عليه اعلان، هو ده جوجل ادسنس، هو اللي بيظهر الاعلانات دي. يوتيوب هو اللي بيظهر الاعلان، ولكن ادسنس هو اللي بيعمل الاعلان، ادسنس هو اللي بيكرييت الاعلان ده وبيحطه على يوتيوب، او يعني خلينا بشكل ادق جوجل ادوردز هو اللي بيكرييت الاعلان يعني، بس ادسنس هو اللي بيتحكم في العمليه دي كلها. في طريقتين ممكن يخلوا عندك حساب ادسنس عادي، اول حاجه هي انك تشتري حساب ادسنس عادي جدا، وتاني حاجه هي انك تعمل حساب ادسنس شخصيا. انت تعمل حساب ادسنس ازاي؟ ممكن تعمل حساب ادسنس وازاي تشتري حساب ادسنس. انك تعمل حساب ادسنس الموضوع بسيط جدا، هو بس انك تخش على google.com/adsense وتخش على الجيميل بتاعك، او يعني تعمل ساين ان بالجيميل بتاعك عادي جدا، لكن انك تخش على يوتيوب مثلا كده بقى عندك حساب ادسنس. هيقول لك انت عايز اليوتيوب ولا الموقع، هتقول له الموقع بتاعي، فبعد كده خلاص انت كده حساب ادسنس بتاعك بقى كامل، ناقص بس انه يبقى عادي. عشان تقدر تحط اعلانات على الموقع بتاعك لازم حساب ادسنس بتاعك يبقى عادي. الموضوع ده هيتعمل ازاي؟ هتشتري دومين مدفوع، واتكلمنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت في السلسله دي ازاي تشتري دومين مدفوع، .com مثلا او .net، اي دومين، تمام؟ هتحط الدومين ده عندك في الموقع بتاعك، هتركبه، الموضوع برده بسيط. بعد ما تركب الدومين ده على طول هتخش على ادسنس على الاجراءات، هتلاقي اجراء كده بيقول لك انك لازم تحط الموقع بتاعك بدومين مدفوع، هتحط الرابط الموقع بتاعك وبس. يومين ثلاثه اسبوع بالكتير هتلاقي ادسنس بعت لك رساله بيقول لك تم قبول الموقع بتاعك او تم رفض الموقع بتاعك بسبب كذا كذا كذا. هتشوف الاسباب دي وتعدلها، وبعد كده تبعت موقعك تاني. لو قال لك تم الرفض بسبب كذا كذا هتشوف الاسباب وتعدلها وتبعت موقعك تالت لحد ما يتقبل. الموضوع كان بسيط جدا معايا بصراحه، وعملت حلقه على الموضوع ده واتقبل من اول مره، وكنت نشرت تلات مواضيع بس في الموقع بتاعي. فعدد المواضيع الكتير ما بيفرقش يا جماعه، وده اثبات، كان اثبات شخصي مني ان انا تلات مواضيع بس وحساب ادسنس يتقبل، والثلاث مواضيع دول ما كانوش يتعدوا ال 2000 مشاهده والموقع اتقبل، فده كان حاجه رهيبه بصراحه. فما تقلقش نفسك بحيث ان انا لسه هكتب مواضيع ومش عارف اكتب ايه، ولا اكتب مقاله قد كده و500 كلمه والكلام ده، لا. 500 كلمه او انك تكتب مقاله كبيره ده طبعا بيحسن السيو بتاعك او بيحسن المقاله بتاعتك في محركات البحث، ولكن بما انك هتجيب اصلا كده كده زوار من فيسبوك من يوتيوب من مواقع السوشيال ميديا، فبالتالي مش هتحتاج جوجل قوي يعني، مش هتحتاج يبقى عندك اورجانيك يعني ترافيك يعني، تمام؟ طيب كده احنا عرفنا ازاي نعمل حساب ادسنس. طبعا انا راجل مشغول، انا راجل مش فاضي، انا لسه عامل ده كله ولسه عامل حساب ادسنس، لا انا عايز اشتري حساب ادسنس. بغض النظر عن السعر، لان مفيش سعر موحد، ممكن في شهر 12 تلاقي حساب ادسنس ضارب في 2000 جنيه 3000 جنيه، ممكن تلاقي في شهر واحد زي اللي احنا فيه ده تلاقي حساب ادسنس ب 700 800 جنيه، ما تعرفلوش سعر، تمام؟ مفيش سعر محدد، بس يعني ما تحاولش تشتري حساب ادسنس ب 2000 جنيه يعني، عشان حرام يعني كتير، تمام؟ لو في فلوس قشطه يعني، لو في مثلا 80 90 دولار فانت ممكن تشتريه بسعر اللي هو يطلبه، لانك كده كده الفلوس انت هتاخدها يعني. ولكن بغض النظر عن الحته دي، فدلوقتي قدامنا حساب ادسنس. لو اشترينا بقى حساب ادسنس ده، وهقول لك تشتري منين، وهسيب لك مصادر في الوصف كده يعني ممكن تجرب تشتري منها، ناس موثوقه يعني تجرب تشتري منها، ولكن يعني ما تشتريش من خمسات يعني بصراحه. حصل معايا قبل كده او مع حد اعرفه ان هو اشترى حساب ادسنس عادي من خمسات واتنصب عليه، والموضوع كان مخجل جدا يعني. فبلاش تشتري من خمسات الا من ناس موثوقه، وناس تلاقي عندها بقى ايه في ريتنج حلو وريتنج محترم في خمسات لو انت هتشتري حساب ادسنس منهم. ولكن انا بقول ما تشتريش من خمسات، اشتري من وسيط محترم، من جروب على فيسبوك مثلا في ناس محترمه، وسيط محترم يقدر انه يشتري لك الحساب وتدي له الفلوس ويدي الفلوس للراجل اللي انت اشتريت منه، بس الموضوع بسيط جدا يعني. ولكن نعتبر انك خلاص اشتريت حساب ادسنس خلاص، تمام. دلوقتي انت المفروض تعمل ايه عشان تامن نفسك؟ اول حاجه انك لازم هتغير الايميل، طبعا هتغير الايميل. تاني حاجه انت هتغير الباسورد مرتين، لان انت لو غيرته مره واحده
فممكن هو لما يجي يخش على حساب ادسنس ده هيقول له طبعا لو انت ما غيرتش الايميل يعني، ولكن هو ممكن يجي يخش على حساب ادسنس ده يقوم قايل له ايه، يقول له انت دخل اخر باسورد انت دخلته قبل كده، يعني اخر باسورد انت فاكره ويخش، فالموضوع هيبقى رخم قوي. فانت لازم تغير باسورد مرتين مش مره واحده، تمام؟ لازم تعمل سكندري ايميل، لازم تعمل ايميل تاني بحيث لو حصل اي مشكله فتقدر انك تخش بالايميل ده بشكل مباشر على الحساب. يعني حتى هو مثلا كان نصاب ودخل على الايميل فتقدر يكون عندك ايميل تاني ريكفر انك تقدر تخش عليه. بس دي حاجه بسيطه جدا انك تقدر تعمل حسابك. طبعا تتاكد في الاول خالص ان هو حساب عادي مش مستضاف، تتاكد البين كود، البين كود مدفوع، البين كود مظبوط ومحطوط تمام مكانه وكل حاجه مظبوطه. وطبعا تغير وسيله الدفع وتخليها باسمك انت، وتغير العنوان طبعا وتخليه بعنوانك انت، وبس كده انت بقى عندك حساب ادسنس بتاعك انت ومحدش عارف يسرقه منك، ما تقلقش. وحاول طبعا تغير تاريخ الميلاد بتاعه، او يعني سوري يعني تاريخ الميلاد بتاعك انت بتاع حساب، تاريخ الميلاد بتاعك انت في الحساب ده ضروري جدا، وتغير المعلومات بتاعه الحساب كلها تخليها معلوماتك انت، لان هو لو قال لجوجل انا اتسرق مني الحساب ده اتسرق مني هيقول له دخل المعلومات. فلازم تكون انت مغير الكلام ده كله. وطبعا تاخد بالك ان هو ما يكونش حاطط مدير، ما يكونش حاطط مدير في الحساب ده وبعد كده اما تشتري تلاقي المدير ده غير الايميل والباسورد، فخد بالك اول الحتت دي وانت بتشتري حساب ادسنس عادي، تمام؟ انا عارف ان ممكن ناس كتير قوي تكون اتكرواتت في الحته اللي فاتت، لكن مش كرواته ولا حاجه، هي بس نقط بسيطه، بس تركز فيها وانت بتشتري الحساب مش اكتر، عشان انا ما كانش ينفع اقولها غير بالطريقه دي، فلازم نقط بسيطه كده تركز فيها مش اكتر، حاجات بسيطه جدا. وهحاول برده بقدر الامكان احط لكم صور وحاجات كده اللي انا بقولها، فيا ريت تركزوا في الحاجات دي عشان ما يتنصبش عليكم زي ناس كتير. طيب اخر حاجه والنقطه رقم 4 دي بقى محتاج اللابتوب عشان اروح اوريك ازاي تحط اعلانات وازاي تحط اعلانات غاليه وازاي تظبط الحاجات دي كلها في حساب ادسنس. هو مش هقول لك ازاي تحط شركات غاليه، ولكن في اعلانات اصلا غاليه، تمام؟ زي اللي احنا نشوفهم دلوقتي. طيب يا شباب على طول هتخش على حساب ادسنس بتاعك عادي جدا، هتنزل تحت هنا هتلاقي وحدات الاعلانات اضغط عليها، هتلاقي دي الوحدات بتاعتك، اضغط على وحده اعلانيه جديده، جميل. هتحاول تخلي معظم الاعلانات اللي في المدونه بتاعتك ده الاعلان الغالي اللي انا بحبه بصراحه اللي بيجيب لي فلوس كويسه جدا، هو اعلان داخل الخلاصه، تمام؟ هضغط على تحديد، جميل جدا. انا طبعا عشان مفعله ومظبط كل حاجه هتنزل تحت انشاء نمط الاعلان يدويا، هتنزل هتختار هتبقى الصوره بالاعلى، الصوره في اعلى الموقع، ما بيفرقش حاجات دي قوي غير نص فقط. دي طبعا لو عايز اعلان نصي يبقى نص فقط كده مكتوب يعني عادي، ولكن نقول مثلا لو انت هتحط مثلا اعلان هنا، يعني خلينا كده نفتح الموقع، تمام؟ لو انت هتحط مثلا اعلان هنا زي ما انا حاطه في المكان ده كده هيظهر دلوقتي الاعلان ده، ده اعلان خلاصه شباب بيجي عليه نكرات بالعبيط حرفيا. فالاعلان ده بسم الله ما شاء الله اعلان كويس جدا، فانت ممكن تحط لو هتحطه هنا وشوف بيبقى قد ايه الاعلان، حجمه قد ايه، بيبقى الصوره زي كده وتحتها نص. اما لو اخترت اعلان نصي هيبقى النص ده بس، تمام؟ ولكن انت لو هتحطه في المكان ده، يعني حسب المكان طبعا، هتحطه في المكان ده يبقى الصوره الكبيره دي تحتها النص، فهتختار الصوره بالاعلى يبقى تحتها النص، هتضغط على دي بالشكل ده التالي، جميل جدا. هيقول لك هنا طبعا انت عايز اعلان بعمل ازاي، تقول له حفظ والحصول على الشفره على طول، تمام؟ طبعا انت تحدد هنا اسم الوحده، حفظ والحصول على الشفره، وهتاخد الشفره بتاعتك، تمام؟ فنعتبر مثلا عشان ما نقعدش نعمل اعلانات ان هي دي الشفره، الحصول على الشفره، جميل. هي دي الشفره اهي، هتعمل نسخ، هتاخد الشفره، هتروح على البلوجر وهتحط الشفره في التخطيط عادي جدا زي اي اعلان في الدنيا، تمام؟ يعني هتخش هنا على التخطيط، تمام؟ وفي حاجه هنا عايز اقول لكم عليها ضروريه جدا، هتحط الشفره هنا، ده مكان الشفره بتاعتي فانا هحطها هنا، جميل. الارباح، كلمه الارباح ده يا شباب الناس برضو اللي مش فاهمه، دي ارباح المدونه ما تفعلهاش، انا اللي بقول لك ما تفعلهاش ارباح المدونه دي ما تفعلهاش، جميل. فانت لما تيجي تفتح المدونه بتاعتك هيقول لك هنا انت ممكن تعمل اعلانات ادسنس تلقائيه عن طريق المدونه، بيحط لك اعلانات رخيصه جدا ملهاش لازمه حرفيا، اماكن بتاعتها ملهاش لازمه، تمام؟ فانت كل اللي هتعمله تقول له لا انا مش عايز افعل المدونه. ملحوظه ثانيه برضو، الناس من غير يعني مثلا الناس تقول لك اقعد 6 شهور عشان تفعل المدونه او تفعل الربح على التدوينه او تفعل الربح على الموقع بتاعك بلوجر وكده، لا الكلام ده مش موجود. انت ممكن لو اشتريت حساب ادسنس عادي تحط الاعلانات مباشر على الحساب بتاعك او على الموقع بتاعك، مش محتاج خالص ان انت تعمل المدونه او تفعل البتاع دي ولا اي بتنجان، لا انت ممكن تاخد الحساب ولو نشئ المدونه النهارده وحطيتها واتقبلت والحساب بتاعك بقى عادي، ممكن تحط اعلانات النهارده وتظهر النهارده برده وتعد ارباح النهارده برده، تمام؟ فالموضوع عادي جدا، ما يعملكش دعوه بحته الارباح اللي موجوده في بلوجر دي، عادي.
يعني برضه ده اثبات اهو، بوريكم الارقام بتاعتي في المدونه مش كبيره خالص، يعني الا يعني فيديوهات بسيطه جدا، او يعني حاجه بسيطه معديه 6000 7000، في واحده تحت معديه 10000، حاجات بسيطه جدا اللي معديه، لكن معظمها 700 400، يعني دي 2000 دي 1200، حاجات برضه مش كتير قوي. جميل. فدي اغلى اعلان موجود في ادسنس، واغلى الاعلانات بتبقى موجوده في الخلاصه دي، لان الاعلان بيبقى كبير. تمام. هنا تم ايقاف اعلانات في موقع واحد، ده مش طبعا مش موقع مستر بومتك للاسف، هو موقع اختصار روابط اللي ناس كتير قوي طلبت السكريبت بتاعه، فللاسف ان فعلا حصل مشكله في الموقع ده وفعلا الاعلانات اتوقفت فيه. طبعا ادسنس عمال بيقفل في اعلانات كتير في مواقع كتير، ولكن يعني مش مشكله الحمد لله، اهم حاجه ان مستر بومتك شغال مفيش اي مشكله فيه، هو اصلا اكتر حاجه بتجيب لي الارباح. جميل. فدي الفكرة كلها يا شباب، مفيش اي مشكلة في الموضوع ده، دي اعلانات ادسنس وده الموضوع كله، وده ازاي تحط الشفرة، وده اغلى اعلان انا بحطه، وده على فكرة اعلان خلاصة، ده هو الاعلان اللي موجود في الموقع اللي في الوش. تمام. وهو برضو اللي موجود، يعني كل اعلانات الموقع هي اعلانات خلاصة بس، يعني ده اعلان خلاصة اهو، وده اعلان خلاصة برضو. تمام. مش عارف كان في اعلانات تانية، ده اعلان خلاصة برضو، كل ده اعلانات خلاصة، واعلانات داخل المدونه برضو كلها اعلانات خلاصه، احنا بس ايه اللي بنظبط الشكل بتاعه مش اكتر. تمام. بس يا شباب احلى حاجه برضو في اعلان الخلاصه ده ان هو تقدر انك تحدد الشكل بتاعه زي ما انت عايز، تقدر تحدد الحجم بتاعه زي ما انت عايز. بس كده، يعني انا كده قلت لك كل حاجه، وكده قلت لك يعني تقريبا كل اللي انا اعرفه عن ادسنس، او كل الفكره بتاعت ادسنس. وهسيب لكم، ما تنساش تبص على المصادر اسفل الفيديو، هتلاقي فيها ازاي ممكن تشتري حساب ادسنس، هتلاقي فيها مواقع او حتت ممكن ابعتك ليها انك تشتري منها حسابات ادسنس، ناس موثوقه. وبس كده، اعتقد كده انا عملت اللي عليا في الفيديو ده. وبس كده. طبعا بعتذر على التاخير في الفيديوهات في الفتره اللي فاتت، ولكن انتوا عارفين ان انا اصلا بمتحن الايام دي، وببجي واخده وقتنا كلنا، انتوا عارفين الكلام ده كله، ولكن بغض النظر فانا بعتذر على الموضوع ده، وان شاء الله الفترة الجاية نرجع بفيديوهات احسن. وخلاص يوم 21 الجاي انا اخلص امتحانات وهنرجع تاني بفيديوهات اجمد بكتير من الفيديوهات اللي فاتت. وغير كده وصل الفيديو ده 500 لايك عشان نقدر ان احنا نستمر ونعمل لكم تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، وتفاصيل اكتر عن اكونتات ادسنس، وتفاصيل اكتر عن ازاي ادسنس بتاعك ما يتقفلش، تفاصيل اكتر عن الاستراتيجيه اللي احنا بنتكلم فيها حاليا. كل ده دي استراتيجيه تعتبر، يعني حاجات انا بقولها لك كل حلقه تقريبا، بقول لك على حاجه جديده انت ممكن انت تستفيد منها اكيد، ولكن يعني يا ريت تعمل لايك للفيديو تشجيع على المجهود اللي احنا بنعمله، ويا ريت تعمل سبسكرايب للشانل لو انت اول مره تشوفني. انا مشترك في القناه احنا بقى 46000 مشترك، شكرا ليكم، ولكن اشترك في القناه عايزين نوصل 50000. بس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.